علمني الشيخ زايد رحمة الله عليه الكثير من الخصال التي استفدت منها في حياتي. علمنا الرحمة، علمنا التسامح، علمنا الحوار ما بين الشعوب، علمنا فتح جسور المعرفة، التعارف بين الشعوب. الحمد لله حتى تعاملنا مع الأطفال والعيال في البيت استفدنا من تعليم الأشياء اللي تعلمناها من الشيخ زايد رحمة الله عليه. تعاملنا مع الموظفين، تعاملنا مع العمال، تعاملنا مع كل أفراد وشرائح المجتمع. زايد رحمة الله عليه علمني الكثير، سواء في داخل الدولة أو خارج الدولة. أني أكون سفير للدولة خارج الدولة، علمني كيف أمثل دولتي. رحمة الله عليه الشيخ زايد، طيب الله ثراه.